بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم خوتنا المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، خوتنا الجزائريين والتونسيين والليبيين والموريتانيين، وقالت يشهدوا لا إله إلا الله، شهدوا أن محمد رسول الله. تحياتي واحتراماتي وتقديري لكم جميعا خوتي. خوتي اليوم جيتكم واحد قصة، واحد الرسالة كيوصلها خونا أشرف عزيز ملقب ولد ملكة من داخل السجن تولال جوج، وصل واحد الرسالة ديالو هي ما يكتب على الشي ديال الإدماج العقوبات. هو عنده ثلاثة العقوبات، واحدة فيها 4 سنين، وواحدة فيها 4 سنين، وواحدة فيها عام ونص. كيكتب هي ما يكتب إدماج، هي ما يكتب بزاف الدريات. الشيء اللي بغيت نقول لكم اخوتي، هذه رساله وتوصيني باش نهضر انا على هذا الشيء هذا، ويهضروا كاع الناس السجناء التائبين. سي محمد السلاوي خويا واحد اوبيسيل، خويا الياس قنطره، خويا جومبو، خويا جدودي، كاع الناس، المهم كاع الناس السجناء التائبين تيهضروا على محتوى السجون. عندهم قناه ومحتوى السجون على منصه اليوتيوب، تينشدم هو كيقول لهم بانني هو طلب مني انا هادشي هذا. وانا دابا تنقول اخوتي، انا دابا كاع هادو اللي قلت طارق العلوي الدراري كاملين ابونيين معاهم، وتا هما عارفين بانهم تا هما تيتبعوا القناه ديالي. نوصل لهم هاد الرساله بان اخوكم اشرف عزيز ملقب ولد الملكه تيقول لكم خوتي عاونوا، كما درنا مع خونا يوسف طباشير، هدرنا ناشدنا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله سيدنا تاج راسنا والناس ديال المسؤولين. ودابا حنا بغينا ناشدوا المسؤولين على هادشي ديال الادماج، بحال مدون اخرين تنشوفوا بهم بان الانسان عنده سجين، عنده جوج عقوبات ولا ثلاثه العقوبات كيدمجوا ليه كاملين، تبقى ليه وحده الكبيره تيضربها. كاينين بعض المدن عندنا هنا في المغرب ما فيهمش هاد الشيء هذا، بحال قنيطره بحال الرباط ما فيهمش. منهم هاد خونا اشرف هي ميكتب بالارقام الارسال عندي اخوتي، بلا ما نقولهم وكذا، وهادي المهم كاين ارقام الارسال عندي، خرجتهم معايا وعطاني النمره ديال الام ديالو، النمره ديال الاب ديالو، كان معايا في تولال جوج فرادي، غير هو كان في العزله الفوق، العزله الفوقانيه تصنيف الف، دايره اخوتي الباب ما تيتحلش عليك لا باب لا حتى شي حاجه، تيحلو عليك واحد الباب صغيور، تيعطوك الماكله ديالك، يعطوك الصبه ديالك، تعاود يطلقو عليك غير نتا والتلفازة بجوج متر ولا ثلاثة متر. هي هاديك اخوتي، المهم ديما انا تنهضر معاه تنخرج للساحة، ما تنتلاقاش انا وياه، هو الفوق تيهضر معايا من الشرجم ديما، هاديك الساعة ديال الكور ديالي راه تيهضر معايا من الشرجم من الفوق، راه كان مكريفي، كان داير اضراب على الطعام على حساب هاد المشكل هذا، راه تقريبا شي 50 يوم هو مكريفي. كتب لي الوكيل العام ديال الملك محكمة الاستئناف بالرباط، ولكن دون اي جدوى، تقريبا راه 8 طلبات ولا 10 طلبات كاتب والو، وطلبني باش ندير انا مع هذا غير خير. حنا تنقصدو سيدنا والناس المسؤولين باش يشوفوا في هذا الموضوع هذا ديال ادماج عقوبات، بقاش كاينين بزاف ديال السجناء. الله يجازيكم بخير والله يخليكم الخدمة الصالح العام، وسيدنا الله ينصرك ويخليك أسرة العلوية الشريفة. لهذا الله يجازيك بخير والله يجازيكم بخير، تنتم مسؤولين، تنوصل لكم هذه الرسالة ديال كما تنقول لكم، راه كاينين بزاف ديال السجناء تعانيو من هذا المشكل هذا خويا المسؤولين. الله يجازيكم بخير، شوفوا كي ديروا حاولوا، كاينين شي مدون هادشي تنسمع انا، حقاش انا مدوزين معايا، كاينين معنا سجناء من مدن اخرين بحال فاس بحال مكناس، ندمجوا تيكتبوا طلب ادماج عقوبه، تيدمجوا ليهم العقوبه ديالهم، تبقى العقوبه الكبيره تيضربوها. دابا هاد السيد هذا، هاد خونا اشرف عزيز ملقب ولد الملكه، تيطالب تيناشدكم نتوما المسؤولين، وانت يا سيدنا الله يجازيك بخير، وتشوفوا كراسنا، شوفوا في هاد الموضوع هذا ديال هاد الناس اللي تيعانيو من هاد المشكل. بحال هاد خونا اشرف ولد، هاد اشرف خونا اشرف عنده دريري، عنده مو مسكين عيانه، لا داعي بلا ما نزيدو، وعاد تيزيد بانني قال لي بان المناتف المشاكل اللي عنده، المساطير اللي عنده، بانهم غا واحد بينو عداوة ملصق ليه،
بلان ديالاش ديال الاقراص المرويسه ديال الكينه من طنجه. كاين واحد بانه تناقش مع واحد الجندارم عاوتاني، قال لك داير لي بانه سرقه، هو قال لي تناقشت عليه، ولكن المهم داك الشيء ديال الضابطه القضائيه ديك الساعه، القضاء تيدير شغله. هو دابا تيناش كنتوما خوتي اليوتيوب برات كاملين محتوى السجون المغربيه، اللي تهضروا على السجون المغربيه، خويا السي محمد السلاوي، خويا وحيد، خويا جدودي، خويا جومبو، خويا الياس، كاع الدراري المهم كاملين عندهم محتوى السجون. حاولوا نهضروا في هذا نهضروا على خونا اشرف بحال ما هكا، وراه مازال عاوتاني حتى حمد عاوتاني مسبت لكم السلام ديالو، حمد الاطراسي اللي معروف حمد الاطراسي، هو احمد الاداسي. مازال نعاود لكم اخوتي حتى نتوما هذا المشكل اللي عنده، شحال من منتف عنده، باش باقي حتى هو خاصو يدمج العقوبات ديالو، باقي ما دمجوليش اخوتي. لهذا خوتي حنا تنشدو الناس المسؤولين والناس اللي تيهمهم الامر ديال هاد الشهاده، والناس اللي مكلفين بهاد الشهاده ديال ادماج العقوبات. الله يجازيكم بخير، راه كاينين الناس تتعاني، كاينين السجناء تيعانيو، كاينين اللي ضربوا العقوبات كامله. كاين واحد الدري ولد كازا كان معايا نيت مضرب عقوبات كامله اخوتي، ضرب 6 سنين وقيله في 10 سنين شي عامين في واحد الشهرين، ما دمجات ليه حتى شي عقوبه. وعلاش هاد الشي هدا؟ كاينين بعض المدن ادماج العقوبات تيدمجو العقوبات، كاينين بعض المدن والو بدون جدوى، منهم هاد خونا اشرف راه تيناش كتب عيام يكتب لسيادة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ولكن دون جدوى ديما مرفوض، ديما مرفوض. علاش مدينة اخرى فيها بحال ما هكا تيدمجو مساطر، وكاينين شي مدن ما تيدمجوش مساطر؟ لهذا ما انا ما فهمت والو، بعدا انا ما فهمت حتى شي حاجه. لهذا تنوجه الرساله ديال الناس المسؤولين، سياده الوكيل العام، الناس المسؤولين على هذا الشيء، هذا سيدنا الله ينصرو فوق هذا الشيء كامل، سيدنا الله ينصرك، الله يخليك تاج فوق راسنا، والله ينصر الاسره الالويه الشريفه خو سيدنا. لهذا نشد هذا وتنطلب منكم نتوما خوتي يوسف واحد يوتيوب بلس كامل محتوى السجون المغربيه، فاش يهضروا على هذا الامر هذا، ويهضروا على هذا ادماج العقوبات، لحقاش بزاف ديال الناس تتعاني. ورا خوكم اشرف قال لكم الله يجازيكم بخير لما عاونوه، وهضروا مع عليه على هادشي هذا، عليها انا صيفط لكم هذا الميساج اخوتي، نتوما السجناء التائبين صيفط لكم هذا الميساج من عند خونا اشرف عزيز المرقب بولد مالكه، راه معروف اخوتي، وراه كلكم تعرفكم، راه ماشي عاد، راه تعرفكم كاملين. لهذا وجه لكم هذه الرساله، وقال لكم الله يجازيكم بخير اخوتي، الا ما هضروا على هذا الموضوع هذا، ربما يشوفوا من حاله، ربما الناس اللي تهمهم الامر ديال هذا الشيء يشوفوا من حال هذا السجناء هذو، الناس المسؤولين يدرسوا هذه القضيه هذه ويشوفوا هذا الشيء هذا اللي قلت دابا، اللي حكيت عليه انا، ادماج العقوبات اللي كاين في بعض المدن المغربيه وبعض المدن ما كاينش فيها. لهذا خوتي الله يجازيكم بخير، وانتم خوتنا المغاربه المتتبعين الاوفياء ديالي، الله يجازيكم بخير، ما غتخسروا والو، غتخسروا غير بارطاج الفيديو، بارطاج الفيديو خوتي، اللي عنده شي صفحه فيسبوكيه، اللي عنده شي اي حاجه، المهم الله يجازيكم بخير، بارطاج 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 جميع مواقع التواصل الاجتماعي، اللي عنده تيك توك بارطاج، اللي عنده انستغرام بارطاج. الله يجازيكم بخير، توصل هذه الرساله هذه لسيدنا الله ينصرو، وتوصل هذه الرساله هذه للناس المسؤولين. لهذا اخوتي تحياتي واحتراماتي وتقديري لكم جميعا، مازال اخوتي جايينكم قصص زوينين، مازال جايينكم داك الشيء بلا ما نقول لكم. لهذا تحياتي اخوتي.